حلقة من مراحل برنامج راديو ستار. كان معنا المتسابقة رقم 2 آية عبد العاطي. التحضير للحلقات ابتدى يبقى داخل في بعضه شوية عشان ما ببقاش عارفة أنا هاخد إمتى الحلقة وإيه اللي هيجرى. فممكن يعني مصر الجديدة قعدت طول الأسبوع تقريبا اللي كان قبل اللي بعد حلقة شبرا قعدت كل ده كنت بشتغل على الحلقة. يعني المتسابقة رقم 6 سارة النجار. يا إما أوضح إن أنا مش لازم أحطك مكان الشخص اللي أنا شقلبتك معاه، يا إما دايما الشقلبة تبقى متبادلة، لو أنا حطيتك هنا يبقى أحط التاني هنا. المتسابق رقم 13 محمد الكريمي. انا مش حاسس ان انا قللت عدد الاودينس اللي بيتابعوني بدليل ان انا لقيت ناس بتكلمني، ناس سنها كبير بيتناقشوا معايا في الموضه دلوقتي وفي موضتهم زمان، وهو ده اللي انا كنت مترجته. انا كنت عايز حد كبير يكلمني وده اللي انا طلبته من الناس وده حصل. المتسابقه رقم 17 كارين شاوي. يمكن الناس بتبقى فاهمة انه برنامج اختلاف ودي، انا لسه مستنية الناس تتفق مع بعض او يتفقوا على حاجة معينة، بس ده مش حاسة، يعني بالعكس مش عايزة الناس تتفق اصلا وعايزة الناس تقول اراء مختلفة. في حد هيغادر البرنامج اللي هيعمل معنا حلقتين في المرحلة القادمة؟ المتسابق او المتسابقة آية عبد العاطي. مبروك يا آية، انت معانا. لا الحمد لله، يعني مبسوطة جدا اجيب النتيجة يعني، وحاسة بمسؤولية جدا يعني ان هم هيكونوا حلقتين. اللي هيقدم معانا حلقتين كمان في المرحلة الجاية يعني لسه داخل التصفيات، المتسابق او المتسابقة رقم 6 سارة النجار. مبروك يا سارة. زي ما بقول دايما ان احنا بطلنا نتوقع، احنا ما بنتوقعش حاجه، كلنا بنبقى داخلين كده سايبينها على الله مش عارفين مين هيطلع ولا مين هيكمل، بس دايما يعني اللي بيطلع اللي هو هارد لك، واللي يعني هو وصل لمرحله كويسه ومبروك لينا كلنا ان احنا كسبنا. المتسابق او المتسابقه اللي هيستمر معانا وهيكمل في هذه المرحله وهيكون سعيد الحظ انه هيقدم حلقه واحده ومطلوب منه يبذل مجهود كبير جدا، المتسابق او المتسابقه رقم 17 كارين شوقي. هو بصراحة المتسابقتين التانيين يستحقوا الحلقتين يعني، وأنا بالنسبة لي يعني مش عارفة، يعني هو طبعا خوف وقلق لأنه فرصة أنه الناس تشوفني أقل، بس برضو فرصة أن أنا أقعد أحضر أكتر وأن أنا يبقى الموضوع موضوع واحد بس بومينج. محمد الكريم المتسابق رقم 13، بنشكرك جدا على المجهود اللي بذلته. ان شاء الله باذن الله هشتغل على نفسي اكتر واكتر واكتر، والكومنتات اللي انا خدتها كلها هحاول اشتغل عليها، ومين عارف ممكن بكره ممكن بعده ممكن بعد سنه بعد سنتين ابقى موجود هنا، محدش يعرف. للتصويت العكسي لنجم راديو ستار 2017 ابعت SMS على 95128 فيها رقم المتسابقين، أو اتصل من أي تليفون على 11 28. نجوم FM على كيفك.